شيشو الخواطر يا الحباب والقلب شوق وما عاد عليه ملام لما ودبارة وحكايات يفوح منها العنبر في ليلة الحياة. فيح العنبر برنامج يجيكم كل نهار سبت واحد من مطلثة الخمسة على الحياة فهم. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم انتم تسمعوا في اذاعه الحياه فام على 93 من القيروان. تحيه كبيره للناس اللي تابعوا فينا ويسمعوا فينا وين ما يوصلهم صوت الحياه فام في مختلف معتمديات القيروان. تحيه زاده كبيره للناس اللي تابعوا فينا على بيج فيسبوك الحياه فام اللي يتفرجوا في فيديوهاتنا المباشره كل من توا حتى للخمسه نتاع العشيه كما قلت، باش نرافقوكم كما العاده اولى فقرات برنامجنا في حل عنبر هو حكايه وروايه. حكاية ورواية، حكاية ورواية، الفقرة اللي تعودتوا بها تأمنها لكم مدام نجيبة. مرحبا بك مدام نجيبة. مرحبا سيوار، شنو حوالك؟ منورتنا في استوديو الحقيقة، والفقرة قاعدة تلقى في برشا صدى كبير وبرشا ناس قاعدين يتبعوا وحتى قاعدين يقترحوا علينا ويعطيوا هكا في أمثلة شعبية. احنا إن شاء الله نحاولوا كل مرة هكا ناخذوا مثل شعبي مهم برشا والغاية منه هي العبرة. ديما احنا ديما نحاولوا ناخذوا مثل تكون العبره نتاعو قويه ونحقوا الافاده وقت اللي نفسروه للناس اللي يسمعوا فينا. دونك نحيي مستمعينا الاوفياء اللي حطوا اللي عدلوا الموجه على 93 ديما باش يسمعوا حكايه وروايه. اليوم المثل اللي باش نحكيوا عليه مدام نجيبه شنو؟ اليوم المثل نتاعنا هو لسانك صوانك، اذا صنت صانك واذا خنت خانك. مثل ياسر معروف وفيه عبرة كبيرة، اللي الإنسان سبحانه ربي أعطانا لسان لكن ما أعطاناش فيه عظم، الجسم كامل فيه فقرات فيه عظم لكن الإنسان اللسان هو الوحيد لحكمة إلهية ما فيهوش عظم. معناها احنا حتى بالدرجة نقولوا اللسان ما فيهوش عظم، ما فيهوش عظم معناها يخرج اللي بمعنى نقولوا عظم شكون ما يشدش لسانه صحيح وسيغتو نساء حتى الرجال لكن عندنا نحن على الاكثر الاعتراف بالحق فضيله يا سيوا. والله ساعات مدام نجيبه وحلينا قوسين ساعات تلقى راجل اللي ثرثار يشوم ثرثار ويعاود الحديث. احنا ساعات نقولوا اكثر من نساء لانه الحديث ماهوش معناتها حكر على النساء ولا على الرجال، هي في الاول وفي الاخر كاركتير في العباد. تنجم تلقى امراه ما تحكيش برشا ما تعاودش الكلام تحفظ السر، وتنجم تلقى راجل زاد يحفظ السر، وتنجم تلقى العكس بالعكس. والشاذ موجود في كل اكيد احنا ما نستهدفوا النساء الرجال، هذه كاركتير في العباد اللي عنده طبيعة هذه حاول مثال شيء يبدأ من روحه ويبدل منها على خاطر سيرتو حفظ السر مدام نجيبة. وقت اللي ما احنا كنا نحكيه في الأوف قلت لك معناتها حتى لشكون تنجم تحكي سرك وشكون وقتيش وكيفاش وشكون الإنسان اللي نجم يحفظ السر في وقتنا تو في وقتنا تو حتى قبل السوار السر ما يتعطاش حتى الإنسان مثلا عزيز وحتى حتى زوجه حتى أخوه حتى أمه حتى ثم حاجات اللي ما تتحكيش. وإذا اضطرينا باش نحكيه يلزمنا نختاروا لشكون نحكيوها الحكايه نتاعنا اللي ممكن فيها حياه او موت فيها، خاصه المصيري كما قلت انت وقت اللي يبدا سر معناتها مصيري والا زاد فما حاجه ما اهم من هذا. كل وقت اللي انسان يحكي لك سره اللي هي معناتها حكايه حياه او موت وحاجه ما تتعودش وتمشي انت تعودها للانسان اخر اللي هو يمشي ويتفشى كالسر هذاك، خاصه وقت اللي يبدا السر معناتها مانيش نحكيوا على حاجات عاديه مثلا نحكيوا على خصوصيات نتاع ناس نحكيوا على اعراض نتاع ناس نحكيوا على برشا حاجات من نوع هذا. بالضبط وتو الحقيقه قاعد نشوف حتى كي قلت انت حديث جبد حديث اللي قاعد يصير في الميديا معناها في وسائل التواصل هك اعراض الناس ياسر وتصوير معناها سنة يبدأ مثلاً في دار ولا حاجة ولا آخر ولا في مواقف في بلايس مثلاً هذا جانب من جوانب إفشاء السر اللي إحنا ما نعرفوهش منهم. صحيح. مثلاً أنت تبدأ في الشارع وعرضك إنسان مشهور تعمله تصويره وتهبطه على الفيسبوك هي ذيك في البلاصة الفلانية هذي يسمى زاد حفظ السر بتاع الإنسان لأنه ربي هو ستره، فك البلاصة هذيك ما شافه حتى حد شفته أنت ومشي تهبطها على فيسبوك ولا على إنستغرام ولا على أي معناتها وسائل التواصل الاجتماعي يعني اليوم للأسف ولينا نستعملوا فيها في إفشاء أسرار العباد. لي كابتور ديكرون زاد ساعات تحكي الانسان حكايتك في المساجات يبعث كابتور ديكرون للانسان اخر يعرشت على الموضوع هذا يعني وصارت في برشا حاجات وصارت كوارث من جرتك الكابتور ديكرون واليوم وليت معناتها اكسيسيبل الحكايه سهله على الاخر بسيطه على الاخر باش يستسهلوها ويعملوا بها كما احنا جو ما بيناتهم يا مش نصور لك ولا ساعات تبدا بمرام تحجب سبحان الله في حنتها ولا حاجه
ويصوروا ويبعثوا لبعضهم أسفار لشكون مش توصل ولا في فم رجال يشوفوا بالحق حفظنا السر مش كان في اللسان حتى توا ولات فيها الحكاية. يمكن ساعات البعض يستسهل أنه يعاود سر إنسان ولكن بعد ما يعرفوش التبعات بتاع الشيء هذاك العواقب على الشخص هذاك وعليك أنت زاد قدام ربي نهار آخر باش تتحاسب لأنه وقت اللي معناتها تفضح سر إنسان فايقك وما نتصورش أنا أنت باش تمشي تحكي الإنسان وأنت ما عندكش فيه ثقة بيجي تحكي له حاجة خاصة عليك من خصوصياتك. نشوف موضوع الثقة علاش كنت تحت يا سيارة موضوع كبير هذا اليوم اللي باش تحكينا عليه بعد شويه باش نحكيه معاك على المثل الشعبي هذا باش تحكينا في حكايه وروايه على لسانك صوانك كان صنتو صانك واذا خنتو خانك فسرنا شويه هالخيانه ذي كان خنتو خانك وبعد بتبيع. اكيد باش نسمعوا الحكايه بتبيع اللسان معناها هو كما قلت لك هو صوان يتنجم تتحكم فيه يتنجم هو شنو في الاخر بكل عقل اللي يبعث الرسائل للسان مش هو وحده اللسان باش يخرج المعلومات إذا كان أنت سيطرت على لسانك حتى كان حاجتك باش تقول لك الإنسان هذاك وعزيز عليك وقريب لك وترتاح له مش تحب تحكي له لكن يلزم تخدمها في مخك الحكاية اللي مش خرجها أنا من فمي إسك تضر إسك تنفع إسك باش تفيدك الإنسان اللي مش يسمحها وإلا مش تعود بالضرر على الإنسان اللي مأمنها عندي ولا اللي نعرفش اللسان يلزمنا وحتى في الحديث نعرف شو نخرج من فمي راهو موضوع بالحق خطير ونجم يؤدي بمعناها العلاقات بين الزوج والزوجة للتوتر ما بين الأصدقاء تتوتر علاقتهم خاطر أنا مثلا أمنت حد على سري هو أفشاه معناها يلزم الإنسان يحافظ على لسانه ويعرف إيش يخرج منه سيرتو في موضوع كما قلت أفشاء الأسرار به مدام نجيب احنا باش نرجعوا معك شويه اخر نعملوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى ونرجعوا تحكي لنا على المثل المهم هذا وخاصه العبره منه خليكم مع لطفي بوشنيق في للاوينك ونرجعوا لكم ما تبدلوش الموجه ديما خليكم برانشي على 90 تيفا. مرحبا بكم الناس الكل وقيت اللي تستنوا فيه مستمعينا الأوفياء اللي ديما تابعونا على 93 وتستنوا ديما حكاية وروية مع مدام نجيبة. نعطيك تو سويت الكلمة مدام نجيبة تبدينا في حكايتنا لليوم. أول ما نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكيوا في سالف الزمان والأوان على سلطان وسلطان وديما الحكايات الجميله المليانه بالاثاره تلقاها على السلاطين. هالسلطان هذا يا جماعه متزوج من امراه جميله من بنت اكابر وبنت بيات عاشوا مع بعضهم مده من زمان يستنى باش تجيب له الخلفه الصالحه اللي مش تورث العرش من بعده. عدى العام الاول الثاني الثالث العاشر وشيء السلطانة ما حبلتش بدأت الأمور تتعكر شوية بدأ يتحير السلطان ابعث للطبة جابهم من كل بر ومن كل من وراء البحر شيء قالوا له السلطانة ما فيهاش دواء ما تضناش. تغشت السلطانة وقالت ما هوش حل ذا يلزمني نمشي للعرافة وهو دائما موجود من الدنيا هذية. هيا جبت العرافة جبت هيلها الماشطة متاعها شافت قلبت دارت منها عكلت منها قالت لها يا السلطانة راك متعرضة لسحر كبير. السحر ذا أساسه باش السلطان ما يجيبش الصغار وباش الحكم والكرسي يقول لولاد عمه. ايه قالت لها كيفاش الحل توا؟ قالت لها الحل مش نعطيك خلطة تشربها وربي اللي فيه الخير ربي يجيبه أما أكيد مش تصير حاجة فك الصغيرة ذيك ما هيش طبيعية. أي قتل عطيني بركة نحبل وكهو وكان هكيك العمل. شربتك الخلطة السلطانة ما تعدتش الشهر وتملات كريشتها تفرحت تقامت الأفراح والمسرات افرح السلطان. تعدت الشهور الأول الثاني لين وصلنا للشهر التاسع اتلمت الحاشية الخدم الماشطة القابلة والشدادة كانوا حاضرين في البيتة بحث السلطانة وجاها المخاض طلقت طلقة جابت
ما هوش طفل قد الفلقة، جابت قعود قد الفلقة. أكل قابلة وخرت التالي من الفجعة، عفوا القعود هو ولد الجمل. ما لقت ما تقول، أش مش تبشر السلطان تقول له مرتك السلطانة جابت قعود؟ سكتت على روحها وخرت التالي. الماشطة تفاجعت، الخدم اللي هذا وخرت رمت من يديها وخروا مفجوعين مرعوبين بهالولدة. السلطانة مازالت دايخة، رمت عينها تلقى الوليد اللي تستنى فيه شباب كيفها هي وكيف السلطان، تلقاه البدن بدن بنادم والراس راس قعود، وعنده كربة في ظهره والخليقة ما هيش هي الحقيقة نتاع ربي. بكيت شخبت، قالت اش مش نسميه، ما لقيت ما يليق ابنه من اسامي ولاد السلاطين عليه، اي برا نسميوه قعيد. وتسمى قعيد. السلطانة ما نجمتش توريه للعباد، والسر فاح في القصر وفي المملكة. اسمع يلي ما سمعتش، السلطانة جابت قعود، خبيته في ركن من القصر في نفق ما بيناتهم، وعاش هكا قعيد بعيد على السلطانة وعلى ابوه السلطان. ما قصرتش مع امه، جابت له المد بعلمه القرآن، بعد المد بتعلم أصول الفقه في السنة وفي الكتاب، اطلع شاطر تبارك الله عليه، ذكي من أنجب النجباء، ولد سلاطين في الأخر بالكل، اكبر ذكي ما شاء الله عليه، كل شيء يقراه يكتب يألف ما شاء الله عليه، كبر وصل لعمره 17 سنة. أبوه بدأ يكبر وبدأ يسمع بنصحه، لكن ديما من بعيد بعيد، ما يحبلش يظهروا قدام العباد، في الاخر بالكل يحشم بالمنظر نتاعو. بدا يكبر السلطان، شوش نعمل ايش مش نعمل، ما عندي حتى حل، ولدي ما يصلحش باش يكون سلطان من مظهره اللي ماهوش يلايق. دبر هو ومرته خمم، قالوا اش مش نعملوا، خلينا نعقدوا مجلس ونشوفوا شكون مش يشد الحكم من بعدنا. مشات زارت ولدها كالعادة، مش تقعد حذاه فك البيت نتاعو ورا النفق. قال لها يا عمي من حقي باش نتزوج تو وصل العمر نتاعي 18 سنة. قالت له وليدي أنا بنت سلطان مش ترضى بيك، وأنا أميرة مش ترضى بيك، وأنا حتى بنت وزير. قال لها اخطب لي اللي يجي، المهم نتزوج وقيد نتاعنا خفتي وقبل لي ياخذوا على بكري. مشيت دارت خمت، خطبت له بنت الحطاب، عرست لها أحسن عرس ودخلتها فك لبيتة اللي يسكن فيها قعيد. هي راتو هي اترحبت، لكن مرقات ما تقو ولد سلطان ما عندها ما ترفض. أيا فرح بها، تعشوا مع بعضهم، طال الليل عليهم. قال لها لقيت ذي وقت شنو في جيري الوقت؟ قالت له ذايا وقت خروج بابا يمشي حطب في الغابة. ايه قالها هذا وقت خروج بوك للغابة. ايه وانتي كي تعرس وتوا ان شاء الله عرسنا، شنو مش تعلم الولدك؟ قالت له نعلمه اللي تعلمته ونكلمه الكلام اللي في صغري تكلمته، معناها قالها مش تكلم مش تعلمه لغة الحطابة. اتغشش وبرك عليها ما طلع عليها صباح. جات امه تلقى خذا فيها الرب معطى، خاطبت له بنت الفرنقي، نفس الحكايه، السؤال هو بيده والنتيجه هي بيدها. زادت خاطبت له ولد الصياد، بنت الصياد، كيف كيف. قال لها اشنو مش تعلم صغيرك؟ قالت له نعلمه اللي تعلمته ونكلمه اللي في صغري تكلمته، كيف كيف نفس المصير. أي حيرة أمه منه، قالت له توشني آخرتها تو. قال لها أخطب لي بنت وزير، أنا ولد سلطان من حقي باش ناخذ بنت وزير. كان الوزير طماع وعطاها بنته. عرست، لكن فتكم بالحديث، قلت لكم العرافة قتلها مش تجيب طفل ماهوش كيما العادة، لكن وقت اللي يحب وحدة وتحبه بالقلبها ما تغزرش المنظر متاعه، راهو مش يرجع يتنحى عليه السحر ويرجع مزيان شباب كيما ولاد السلاطين الكل.
عرس على بنت الوزير، تعدت ليلة محلاها، ضحك لعب تكلموا مع بعضهم استانسوا ببعضهم، دخلت في قلبه كنكتة العسل. ما طلع الصباح إلا نحى عليها كالسحر ورجع إشباك غري ما شاء الله عليه. فرحت أكبت الوزير ووصاها قالها ما تقول الحد اللي أنا رجعت كيما العباد كائن ما نحى عليها كالسحر وكل منظر متاع الجمل. هي ما كانتش حقيقة عند السر وما حفظتوش، خاطر هو اختار كيكا باش يعرف شكون حبيبه وشكون عدوه، باش يدور في البلاد يشوف شنو النقائص اللي موجودة عند التجار، يسمع شكاوي الفلاحين، يسمع شكاوي الناس اللي عندهم الحوانت ويوصلهم للسلطان، خاطر هو باش ياخذ بعده العرش. قال له خلي الأمور كيكا، مادام شديت أنا الكرسي ظل الأمور راكحة وكل شيء شدد بلاستو ونعرف شكون المنافق وشكون اللي يحبني بصدق. هي من فرحتها صباح الصباح مشيت لبوها قالت له يا بابا افرح لي، راو ولد السلطان قعيد راو ولا شباب لبس عليه وتنحى عليه السحر. سي الوزير كان طامع وبدا يخمم باش يفك له الحكم. سمع بالحكايه قعيد وعرف اللي مرته ما صانتش الكلام نتاعو وما حفظتش سره، اهرب من القصر خايف على روحه بالطبيعه لا يختلوه، وقعد هاي من بلاد لبلاد سنوات وهي تلوج عليه وتبكي وتسخب ناد ما كيفاش خانت سره. هاو نهار واحدة تبيع في القماش وتدور من بلاد لبلاد، سمعت بالحكاية متاع بنت الوزير كيفاش خانت سر ولد السلطان وقعدت نادمة وهو هرب ما بيت عليه صباح نطلع عليه صباح. قتلها عرضك شي حد هكا تحس اللي هو ولد سلطان ولا هايم في بلاد بالبلدين ولا يحكي يقول انه ولد سلطان؟ قتلها الحقيقة ما عرضني حد، اما في غابة من الغابات فما واحد قاعد لمن به جماعة اصحابه وكل ليلة يجبدوا العود ويبدأوا يغنيه وهو يقول اللي يعتيم اللي حبيتها وعطيتها ودي وهي يا خسارة ما صنزتش عهدي، وكل ليلة يغنيوها كالغنية ذيك. عرفت بنت الوزير اللي هو ولد السلطان وناديته وبعثت له المراسيل وجاء ورجع بما أنه يحبها وركح الأجواء متاعه الكل، سلطنة ولت حاضرة تستنى فيه وسامحها وقالها يا بنت الوزير يا عشيرتي عمري راهو اللسان يلزم يعرف كيفاش يسون السر اللي يتعطاله خاصة فيه أمور سلطة وحكم. وفي الأخر بالكل نعاودوه المثل اللي هو العبرة متاعنا متاع حلقة اليوم، لسانك صوانك إذا صنت صانك وإذا خنت خانك. يعطيك صحة مدام يجيب، الحقيقة حكاية مزيانة برشا والعبرة منها مهمة، إن شاء الله الناس اللي يسمعوا فينا تكون تحقق الإفادة ويكون الهدف من المثل الشعبي هذا يوصل للمستمعين. خلي لك كلمة الختام. سوى كلمة الختام إن شاء الله يا ربي نقول كل ما هو إنسان يعرف شكون يعطي كلمته ولا سره، ما تراشي اللي مثلا فمع بدا سبحان الله تلبس قناع على وجوهها وسر ما يتعطاش لأي إنسان، ولذا أعرفوا شكون تأمنوا على أسراركم أسرار دياركم أسرار أزواجكم وردوا بالكم من وسائل التواصل كما كنا نحكيه هالحكاية بتاع الكابتير دي كران ولا التصوير في بقايا ما يلزمش يتصور فيها، وربي يبقي علينا وعليكم الستر الناس كل. ربي يبقي الستر علينا الناس كل وعلى الناس اللي يسمعوا فينا. فما كلمة مهمة قلتها أنت مدام نجيبة، خاصة أسرار العائلات، وإحنا نقولوا البيوت أسرار راهي، ولازم حفظ الأسرار هذية. خاصة فما حاجة أخرى زاد نحب نعرج عليها، هو أنه فما حاجات ما فيها بس نحتفظوا بها لرواحنا أسرارنا، فما حاجات خاصة بينا معناتها ما باش تفهمها كان أنت وحاجات تخصك أنت، فمش علاش باش تدور وتحكيها للعباد، خاطر راهو الزمان يدور والعباد تتغير
تتغير هكا ترى انت كي ترجع شيء ما تعرفش 10 سنين التالي اللي شكون كنت تحكي اسرارك وتلقى روحك اليوم الناس هذوك ما عادش تنجم تحكي له معناه لازمك ديما تاخذ بعين الاعتبار اللي راهو العباد تتبدل الدنيا تتبدل اللي اليوم صاحبي نجم من غدوه يولي عدو وحتى كان ما نحكيوش على عداوه والا الناس باش يتقلبوا والا باش يتبدلوا ديما ناخذوا حذرنا خاصه في الاسرار اللي هي معناتها مهمة مصيرية سبحان الله فمح... ومش الأسرار متاعنا احنا بركة تاع الناس حتى على أسرار الناس اللي هي بالحق لازمك انت تحب تحكي أسرارك فهذيك حريتك الشخصية احكي أسرارك اللي تحب عليه وللناس اللي ترى عندك فيهم ثقة ولكن ما تحكيش بأسرار العبيد ما تحكيش بسر إنسان جاي حكي أمنك عليها حاجة أمنك وحكي لك ينجم يكون الهدف متاعه أنه يفضفض ينجم يكون الهدف متاعه أنه عنده فيك الثقة ما عندوش أم اللي تنصحه ما عندوش أخت ما عندوش خو ما عندوش شكون اللي نجم يتك عليه ويحكي له السر متاعه ويلقاك أنت صديق وإلا زميل وإلا معرفة معناتها خلينا نقول وحبيبات يحكي لك سر وبعد أنت تدور وتحكي واللي اليوم راهو الدنيا صغيرة معناتها صغيرة برشا تنجم أنت اليوم افشيت سر الناس فنهار اخر انت زاد اوتوماتيكمون باش تصير قالت ذكرى يوم ليك ويوم يوم ليك ويوم عليك احنا مازلنا مواصلين معاكم نرفعوا لكم اذان العصر ونرجعوا لكم بعد شويه اكيد اميره تعطيكم الدباره في سله سله ما تبدلوش الموجه خليكم ديما برونشي على 93 الأربعة وستاشنا دقيقة مرحبا بكم يا منيرة توصلنا للوقت هذا مازلتوا باش اسمه معنا برشا موزيكا بنينة فن الأغنية التونسي الفوندو القديم خاصة ديما موجود وحاضر تلة الساعتين معنا في فاح العنبر ديما خليكم برانشي معنا نعود نذكركم كنتوا سمعتوا معنا حكاية ورواية الموعد اللي ديما يتجدد كل نهار سبت وحد مع مدام نجيبة كان فاتكم الفيديو تحبوا ترجعوا تابعوا تلقاو جميع فيديوهاتنا على باج فيسبوك الحياة في مكتوبة بالفرنسية وبالعربي وقاية التويكة الاربعة واربعة نورمالمون نسيل كل شادين الكوجين احنا كما العادة باش نعطيكم الدبارة في سلة 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 في سلة سلة دبارة ديما الزمنية الاقتصادية وأكيد ديما الغذاء المتوازن والصحي ديما اللي ديما نشجعوكم عليه معنا بالتليفون أميرة الرديدي شيف أميرة مرحبا بيك عسيمة سيوات العسيمة كيف مستشفى الحياة أسيب مرحبا يا أميرة مبروك مرة أخرى وإن شاء الله يا ربي تنطف بالصحة والعافية وتكملوا إن شاء الله بالخير ان شاء الله احنا توا هنا قاعدين نعطيو في الدباره نتاع شهر رمضان جميعا اخرى نبداو نحكيو على حلول عربي يا ميرا كاو اش مازال على على العيد الصغير دايم ربي البارح في الايام نستناو فيه هكا الحمد لله ان شاء الله ربي يتقبل السيم الناس اللي يسمعوا فينا الكل وان شاء الله يا ربي مبروك على جميع الامه الاسلاميه اليوم دبارتنا اميره باش تكون حسوب الكعابر اللحم علوش مفوح شويه اللحم علوش ما فيها باس ندلوا رواحنا مريره هكا في الشهر وسلطه الروز العقيد القروي زمني الماكلة هذية اللي ديسير اللي يعرفوها أهلي القيروان أعطينا شنو بشنو 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 بدينا اليوم أميرة نبدأ إن شاء الله بالحسوب الحسوب الحسوب بالكعابر الباز بتاعه الحم المفروغ دونك باش ناخذوا طريقة الحم المفروغ باش نفوحوها طريقة ملح وفلفل الأكحل فلفل الأحمر نحطوا لها طريقة بيبل اثنين كيلوغ ومغير في الزيت ونخلطوها بالبزاء ونعملوهم وكعبروهم هكا بالبول ونخليوهم أكوتي ونأخذوا الطنجرة متاعنا نحطوا فيها طريقة الزيتونة مغيفة طماطم هكا مليانة لحتو يجي هكا مطمطم شوية ونحطوا له طريقة هريسة عربي يجي زادة محرحر نحطوا له طريقة فلفل الأحمر ما نكحتوش خاطر الهريسة العربي طريقة ملح وطريقة تبلو كروية وسنين كنتوم بالطبيعة نقليوهم طريقة ودوبا هكا ما تتقلى شويه الطماطم ونمرقوا هكا بطريه ماء مش برشا كونفيتي صغيره تاع ماء ونرميه وهو يغلي احنا نرميه وكلك ابرات الحم نتاعنا يشدوا بعضهم هكا ويسيبوا بالبدا تويكا نحب ناخذوا هكا حكار اربعه مغيفات فارينه كيما نقولوا نصف كاس فارينه نزيدوه دوز مغارف خل هكا كل القروصية اللي هي معناها الحشو يجينا هكا فيها كل القروصية الجميلة دونك ونزيدوا معاهم هكا حكار في زوز كيسان ماء ونخلطوا كل فرينة بالبدا وبعديك نصفيوها بالصفية باش ما تقعدش فيها كل العابر نتاع الفرينة ونمرقوا الحشو نتاعنا معناها باش نمرقوه بالفرينة اللي خلطناها في الماء والخل حكيلو هكا عينا ميزان كيما نقولوا الكونتيتي تاع الماء هذيك يزيد سوفيزونت ولا نزيدو نمرقو طريف
وجبت هكا نقعد نتمنى نحركه ما نوقفوش يدنا باش ما تكعب الناشي لحسوم يكعب الناشي. ووقت اللي هكا تيب لحسوم تاعنا وتودي كيما نقولوا عاقده شويه البنات حاجه الجايه تاعنا وقتها نزيدوا قرايه فلفل بلعدي ونمشيو على لحسوم هكا لحسوم تاعنا. الو وي اميره نسمعوا فيك. اي هكا لحسوب هكا حضرنا لحسوب لحسوب تاعي تويكا باش نعملوا طريف الحب ما عندوش نصوره بالكبير ناخذوا الحمايات هكا تاعنا نحسبوهم ونحضروهم وباش نصوروهم طريف ملح وفلفل اكحل طريف هكا عربي طريف كركم باش نحطوا طريف كليل بودر ملح معناها نصور وطريف زيتونه ونفوقوا الحمايات تاعنا بالزيت الكبير باش نحطوهم تويكا في الكاكاس الكاكاس نحطوا من لون فرشه لون نحطوا العواد نتاع الكليل ناخذوا الكليل الاخضر معناها نصفوا الفرشه الاولى بالكليل ونحطوا الحمايات فوق الكليل وزاد نغطيوهم من فوق بطريف كيما قلنا هكا العراس نتاع الكليل ونحطوهم يفوروا في الكاكاس نتفقدوهم كل مره ونفوروهم حتى كشي نسيبوا بالكدا. الفتيح السوار اللي عملت به الحمل اللي هو كيما قلنا طريف هريسه عربي وطريف ملح وفلفل اكحل وطريف كركم وطريف كليل البودر باش نخلي منه طريف من البطاطا. لطول اللي الحمايات قاعدين يفوروا ناخذوا طريف بطاطا نقصوها مش نقصوها روندانات اما ما نقصوهاش لا هي جويده برشا ولا هي خشينه برشا متوسطه. ماذا بينا نقصوها هذاك القصاصه نتاع الملح. البطاطا باش نحطوهم على الحم زاده ما مش من الاول. باش نبدا منظرهم مزيان، لا ما نحطوهم في الحم، باش نحطوهم باش نحطوهم في وسط الفور يطيبوا وحدهم، يعني بس الفيح نتاع الحم، هذيك البطاطا باش نفوتوها بنفس الفيح، وباش نحطوا باتريك ميسو على قبل تدخل الفور وندخلوهم الفور حتى كشين يطيبوا. بعد ما يطيبوا الحمايات نتاعنا، باش نحطوهم في طبق التقليل، ونزيدوهم هكا بالروندلات البطاطا بعد ما يخرجوا من الفور، ونحطوا هكا عرايس كليل فوق الحمايات نزيدوا بيها. وهكا الحمل نتاعنا حضر. باهي احنا هكا عندنا الحسوب الكعابر حاضر، الحمل علوش المفوح حاضر، نمشيو لسلاطة الروز، سلاطة الروز احنا هكا حسب الطلب اللي ما يحبش يعملها ما ينجمش، ولكن هكا كي تبدا العائلة كبيرة ما فيها ايه. باس هكا شوية سلاطة الروز ديجا صحية، الروز صحي أكثر من الشوربة كيما نعرف. بس بهكذا احنا ماكلتنا تسمى صحية، عملنا الحمل مفور وسويت سلاطة الروز تحكي معناتها لا عندنا لا زيت ولا مقلي ولا حاجات هكا ماهيش صحية. دونك باش ناخذوا طريف الروز نتاعنا نغسلوها بالطبيعه ونحطوها تفور في الكاس، باش نفوروها ملتين ثلاثه حتى ملتين تاع الروز، وباش نصمت كريستين عظم باش ناخذ طريف معناها نصمتها منين يوليو طايبين، وباش ناخذوا طريف زيتون طريف مالح نقصوهم هكا نغسلوهم ونقصوهم دي مغسول صغيرين، وباش ناخذوا طريف سن باش ناخذوا طريف نايس زاد يبنن بالكدا. دونك كيما قلنا وباش بعد ما يفور معناها يطيب الروز نتاعنا باش نحطوه. قداش يستحق وقت الروز باش يطيب اميره؟ الروز 4 دراهم نص ساعه ماكسيموم، دونك تجي والنار باش تخليها. وانت والروز خاطر فما زاد الروز المفور مش كيف فما الروز المفور ما يقعدش ياسر معناها هذايا بلا لا يزيد صحي ولا يزيد ما ياخذش برشا وقت. دونك باش نحطوا فيه العظم زيتون لي فيريونت للناس اللي يحبوا ياكلوا هكا حاجه مالحه شويه تون شويه مايس وشنو الفيح الاخر العادي شويه فلفل اكحل. مش برشا على خاطر معناها خاطر فما برشا حاجات مالحه ديجا مالحه طيب فلفل اكحل وزيت زيتونه بيان سور وباش نخلطوا لتو مع بعضه وباش نزينوها من بعد هكا بطري الطن وكعيب الزيتون وهكا سلطه الروز نتاعنا حاضره. باهي نتعداو للديسير معاك اميره. الديسير باش نعملوا العقيد، العقيد اكله زمنيه من وقت قبل معناها يعملوها سيرتو في سيدي رمضان وسيرتو تويتا البرجدين مازال وقته معناها برجدين العطران مازال موجود، دونك باش ناخذوا نعصروا حتى حكار نص ايترا برجدين معناها كيما نقولوا طل طل شويه نعصروهم وباش نحطوهم في كسارونه باش نزيدوهم زوز مغارف شيك بار زوز مغارف سكر وباش نقعدوا نحطوهم معناها فوق النار باش نحرق باش نقعدوا نحركوا حتى كشي نتعقد تولي الكريمه معناها. وقت اللي يعقد نسيب العقيد نتاعنا دونك باش ناخذوا البوبيت، البوبيت نتاعنا ماذا بينا طريف كبير نحطوهم من الاول في الفوق وبعديك نصبوا فوقه العقيد ونزيدوا نزيدوا من فوق بالطريف الزبيب هكا الفوق نتاعنا مزيان منظر وبنين ياسر نحطوا لي فوق نتاعنا في طبيق ونقدموهم للسهريه وشهيه طيبه.
يعطيك صحة أميرة، هذه كانت دبارتنا لليوم. نذكر الناس اللي تابعوا فينا اليوم الدبارة، أميرة ودتكم بحسوب الكعابر، لحم علوش مفوحه في الفور، سلطة الروز، وفي ديسير العقيد القروي الزمني اللي يعرفوه برشا لهنا في القيروان، اللي كما قالت أميرة مادام البرقدين مازال موجود، خاصة الجو هذيك العصير نستغلوه، وتكون الدبارة أكيد ديما اقتصادية، هذيك أول حاجة، وتكون زادة صحية. يعطيك صحة أميرة. أميرة ما عادش معانا، به يعطيها صحة أميرة، اقترحت عليكم الدبارة هذه. نعود نذكركم ديما شين يوتيوب أميرة، لمسات أميرة، تنجموا تابعوا زادة بقية الريسيت اللي طيبهم أميرة، وزادة تنجموا ترجعوا للفيديو إذا كان عندكم حاجة من الدبارات اللي سميناهم ما تعرفوش طيبوها تحبوا تتعلموها، ترجعوا الباج فيسبوك الحياة فيم، تلقاو جميع الفيديوهات. موجز الأخبار توا مع الزميلة أحلام العامري، ونرجعوا لكم، ما تبدلوش الموجة، خليكم ديما برانشي على 93. مرحبا بكم الناس الكل اللي معدلين الموجة على 93، انتم تسمعوا في برنامج فيح العنبر، مازال المشوار متواصل معكم، بعد شوية نكونوا في بوحجلة ونشاركوكم الأجواء، غاديك الأجواء الرمضانية، خاصة اليوم احنا فوتنا نص رمضان، خلينا سيبون نحكيو على الأيام العشرة الأخيرة من الشهر هذايا المبارك، إن شاء الله سيمكم مقبول الناس الكل. بعد شوية كما قلت نكونوا في بوحجلة، وتحية كبيرة لأهالينا ومستمعينا اللي موجودين غاديك بعد شوية مع مراسلنا سي عبد الرزاق ونهزنا للأجواء الرمضانية في المنطقة هذه. أما قبل هذايا باش نحكيو على أيام القيروان السينمائية مع مدير الأيام القيروان السينمائية سي طارق الشرطاني. مرحبا بك على موجة الحياة فام. مرحبا مستمعي حياة فام. مرحبا بك، حبينا نحكيو معك على أيام القيروان السينمائية في دورتها الرابعة، حبينا نحكيو على البروغرام، على الافتتاح، وقتاش باش يكون، من وقتاش حتى الوقتاش باش تمتد الأيامات هذية. أكيد فما برشا مسابقات وفما برشا مفاجآت تستنى في أهالي القيروان في الأيام القيروان السينمائية هذية، خاصة اللي تعودوا بالأيام هذية. شنو نجمو نحكيو ساعة على البرنامج نتاع أيام القيروان السينمائية سي طارق؟ أيام القيروان السينمائية في دورتها الرابعة هي لبلدان الغربية المتوسط، أي تشارك فيها كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والجزائر والمغرب وتونس. فيها مسابقة في الفيلم القصير الروائي، كل بلد يشارك بزوز أفلام، وهناك لجنة تحكيم متكونة من 3 أعضاء، ترأسها السيدة كاتبة السيناريو ومخرجة سينمائية وتلفازية السيدة سعاد بن سليمان. اللجنة هذه تختار 3 أعمال وتسند الجائزة الأولى اللي هي الرق الذهبي، والجائزة الثانية الرق الفضي، والجائزة الثالثة الرق البرونزي. التسمية هذه جاءت من الرق المخطوط القيرواني في القرن الرابع هجري، كان يتسمى المخطوط بالرق، نعرفوا نحن الرق الأزرق المشهور به القيروان والفترة هذيك من التاريخ. يعني حتى الجائزة رمزيتها ديما رمزيتها قيروانية، يعني رمزية 100% قروي. قروي حاجة بهي برشا يظهر لي. كذلك عنا عروض طويلة خارج المسابقة. واحنا سي طارق حطينا البروغرام، الناس اللي تابعوا فينا ولا يتفرجوا فينا على باج فيسبوك الحياة فام ينجموا يلقاو الليستة اللي فيها البروغرام الكل، ينجموا يطلعوا عليه، وكما زادا ينجموا وانت باش تفسرنا ولكن نعاودوا مثالش نذكروهم، يدخلوا الباج الفيسبوك نتاعكم انتوما وين يلقاو البروغرام الكل، لجنة التحكيم، والحقيقة برشا تفاصيل مهمة برشا. يعطيكم الصحة على الخدمة اللي مخدومة في الديجيتال، لأنه اليوم سي طارق وانت تعرف مهم برشا باش يكون فما باج فيسبوك محينا ويكون فيها جميع التفاصيل والمعلومات. هذا هو، نحن الباج على ذمة الناس الكل، محطوط فيها كل معطيات المهرجان، وماذا بينا حتى حياة فام تبارتاجي البرنامج وتبارتاجي اشياء اللي تتباهى. اكيد اكيد، وانتي باش تعطينا وانتي باش تفسر لنا شويه، باش تعطينا لمحه على هالبرنامج هذايا. نحن قلنا فما مسابقه في الفيلم القصير الروائي، حضور مخرجي الافلام هذيا والمنجين نتاعها. عندنا ضيوف من ايطاليا، من فرنسا، من المغرب، من تونس، من الجزائر. خلينا نحكيو على المشاركة التونسية في أيام القيروان السينمائية، شكون مثلا الممثلين وإلى المخرجين اللي باش نلقاوهم ولا السيناريست اللي باش نلقاوهم في أيام القيروان السينمائية؟ خاطر احنا الأسماء هي اللي تشجع الناس باش يمشيو بكثافة ويكونوا في الموعد، وأنا من المنبر هذا نقول لهم كونوا في الموعد ويمشيو بكثافة، معناتها ريزون دو بلوس من نهار 20 حتى لنهار 23 هكا ولا سي طارق؟ كما ذكرنا قلنا للتحكيم تترأسها السيدة سعاد بن سليمان،
وهناك مخرجة ومنتجة إيطالية في اللجنة ومخرج فرنسي. هذا تركيبة التحكيم. هناك أفلام من فرنسا، قلت لك من فرنسا، من إيطاليا، من تونس مثلا إبراهيم الطيف في إنتاج فيلم إقرأ، يقع إنتاج المركز الوطني للسينما والصورة أخيرا. فيلم إخراج مشترك إبراهيم الطيف مع سونيا زرق عيونة. هما زوز هما كذلك. فما شريك آخر ترس معناع مهم زاد في المسابقة، وحسن مرزوق زاد كذلك عنده فيلم في المسابقة. هما توانسة. عبد الله قادة من الجزائر، العديد يعني من بعبيد من المغرب، هناك فرنسيين. هناك حتى فيلم تحصل على الجائزة الأولى في مهرجان كليمون فيران في المعروف في أوروبا. يعني نخليه شوي سوسبانس، نخليه شوي سوسبانس سيطرق للناس باش هكا يقبلوا. أعطيناهم أفونغو احنا للأيام القيروين السينما. شنو آخر نجم نضيفوه؟ قلنا عندنا أفلام طويلة خارج المسابقة، وهم الأفلام هذه هي تشجيع السينما التونسية. فيلم متشابهون لحبيب المسروقي، لحبيب المستيري، فيلم قبل ما يفوت الفوز، زاد فايد معروف وهام، وفيلم فتوى لمحمود بن محمود. واضح. دونك برمجة متنوعة. برمجة متنوعة. كذلك عندنا حاجة هامة وهامة جدا، هي خاصة للشباب، هم ورشات التكوين. ورشات التكوين نمشي يشوف عليها محترفين في كتاب سيناريو، في الإخراج، وفي التركيب، وفي الصورة. يعني الشاب اللي باش يمشي للأيام القيروين السينمائية باش يتفرج على فيلم وباش يلقى زادة التكوين وينجم زادة يكون حاضر في هالمسابقة هذه اللي باش تصير. معناتها عندنا بلاتفورم في الباج نتاعنا، يعني انسكريبسيون، يشارك فما معطيات تاخذوا عليهم، يشارك باش يقول في الاتيلي نحب نشارك. فينا دورة، فينا دورة تدريبية، ويكتب المعطيات اللي حسنا به باهي مالا. دونك هاو من هنا نعملوا لهم ابيل احنا الشباب خاصة. اذا كانوا انتم مغرومين بالسينما بالافلام تدخلوا الباج فيسبوك. تذكرنا بالباج سي طارق. جيسيكا جورني سينماتوغرافيك دو كيروان. تعملوا انسكريبسيون، تختاروا دورة تدريبية ولا معناتها اللي تحبوا تشاركوا فيها، وتعملوا الانسكريبسيون، تحطوا المعطيات اللازمة كل، وتبداو موجودين نهار 20 حتى نهار 23. الحقيقة برمجة ثرية برشا، مسابقات، دورات تكوينية وتدريبية، مسابقات وأفلام للعرض زايدة. كذلك على ندوتين هامين باش نعملوهم في بخص السينما، هي الندوة مستقبل الفيلم الروائي القصير أمام تقليص الانتاج هالمده ذي والناس بشكل الفيلم الوثائقي، يعني مستقبله بدا يتهدد، يعني الفيلم الروائي القصير. صحيح. التكلفه نتاعه تكلفه كبيره، والديكور والتمثيل والماركين، ولات الناس هاربه ماشيه للفيلم الوثائقي. كذلك عندنا ندوه هامه وهامه جدا، تسويق، هي تسويق للمدينه، للقيروان. نحب نسوقوا اللي كانت القيروان في التاريخ كانت ديكور للسينمات العالميه والعربيه والتونسيه. اليوم تفقدت الظاهرة هذه، ما عادش فما مخرجين يجي يصوروا في القروان أفلامهم. من سنة 37 جاء فيلم مجنون القيروان صور في القروان، شحال صور في القروان، في البارك جاء صور في القروان، نصر خمير صور في القروان، العديد بن عمار صور في القروان، يعني المخرجين التونسيين وحتى ألمان، خاصة الألمان اللي جاءوا صوروا برشا أفلام على في علاقه بولكلي في السانتر اللي زار تونس. يعني القروان فقدت الظاهره هذه، الناس يجيو يصوروا فيها، ويمكن زاد من خلال الايام القيروين السينمائيه ترجع البريق هذا اللي نسوقوا لها المساله هذه، ونطرحها كاشكاليه. علاش ونحاولوا انه نعطيو امل لرجوع المخرجين هذوما باش يجيو يصوروا في المدينه. يعطيك صحه سي طارق. كذلك نحب نشكر شركائنا لأنه هم داعمينا، هذوما داعمينا. وزارة الشؤون الثقافية هي اللي تنظم بالأساس وتشرف على تنظيم المتظاهرات السينمائية والثقافية في تونس. نحب نشكر كذلك المركز الوطني للسينما والصورة اللي هو شريكنا الأساسي في الدورة هذه والدورات السابقة. كذلك المندوبية الثقافة اللي هي الداعم الأولي في الجهة. نشكر جامعة القيروان اللي دخلت معنا شريك الآن، وجامعة رقادة، جامعة كلية العلوم الإنسانية برقادة. كذلك نشكر المركز التنشيط الثقافي والجامعي برقادة، زاد كذلك شريك معنا باش تقام فيه دورات التكوين هذه والترفس.
واحنا نشكر زادة سي طارق القايمين الكل على المهرجان هذا واللي سميتهم انت الكل. احنا زادة نتوجه لهم بالشكر. شكر لك انت زادة مدير ايام القيروان السينما. ايا نعاود نقول مره اخرى هذه فرصه للناس الشباب اللي مغرومين واللي ما عندهمش وين يمشي ويحبوا يبدلوا هكا جو. الناس خاصه المغرومين بالسينما والافلام، دورات تكوينيه تدريبيه، مسابقات افلام باش يتم عرضها من نهار 20 لنهار 23. اكيد احنا باش نكونوا في متابعه لايام القيروان السينمائيه. يعطيك الصحه سي طارق الشرطاني على مداخلتك معنا. عنبر فيح العنبر، العنبر مازالت ريحته باش تفوح معنا من توا حتى الخمسه نتاع العشيه. نعملوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى ونرجعوا لكم. اكسترني اخر فقراتنا في برنامج فيح العنبر. نحاولوا ديما نكونوا قراب منكم الناس اللي تسمعوا فينا، نحاولوا ديما نكونوا بجنبكم بحذكم، نشوفوا الاجواء في مختلف المعتمديات في مختلف الجهات والمناطق في ولايه القيروان. وجهتنا لليوم هي بوحجله مع سي عبد الرزاق بن عون. مرحبا بك سي عبد الرزاق مراسلنا في بوحجله. مرحبا بك سوار، مرحبا بكل السادة المستمعين لإذاعة الحياة الصحية. يعطيك الصحة، مرحبا بك، منورنا في هالدقائق الأخيرة من برنامجنا. ختامها مسك معك أنت اليوم. حبينا نمشيو معك بوحاجنا ناخذوا فكرة على الأجواء غاديكية، خاصة نحن توا بدينا في العشر أيام الأخيرة في شهر رمضان. سي عبد الرزاق ان شاء الله مبروك عليكم الايام الاخيره هذه ان شاء الله مبروك عليك انت وعلى الناس اللي يسمعوا فينا الكل، خاصه الاهالي في بوحاجله وين انت موجوده. في الحقيقه السنه كان شهر رمضان المفضل كان متميز بمقارنه بالسنه اللي فاتت، اللي فاتت بحكم جائحه كورونا. ثم حركيه، ثم ترويح، ثم معناها مقاهي مفتوحه كما معتاد ومطاعم مفتوحه. ما فماش حظر تجول السنه معناتها؟ لا ما فماش، الحمد لله. قلت لك السنه كان متميز بصفه عامه بوحاجله اللي هنا، واللي زاد فرح الاهالي بوحاجده هو فتح المنتزه اللي 10 سنين كان مسكر. اليوم كانت عنده هو المتنفس الوحيد للعائلات الموجوده في بوحاجده هنا. اليوم القوه الفضاء هذا بحكم انه كان معناها مغلق مده 10 سنوات، العائلات والاطفال والكل الشباب معناها وقت مشي مع ماشي نمشي القهوه يمشي المنتزه يتنفس. كان مشروع معناها متميز في بوحجه زي من اللي خلى وسائل الترفيه متوفره فيه والتسليه. كان بالنسبه لنا شهر رمضان معنا كان خير بدل من على بوحجه. دونك فتح المنتزه هذا كان بمثابه المتنفس لاهالي بوحجه. المتنفس لاهالي بوحجه بطبيعه كان من احسن المشاريع اللي فرضت في بوحجه بحكم ان فيه من ان شاء الله دار ثقافه مشكوره مشتملنا في عروض تنشيطيه ومنها في المنتزه بالذات ترفيهيه زاد السقوط. عندنا ثلاث ايام نستعمل فيها عروض، معناها فيه مسرح، فيه العاب للاطفال، فيه فين العائلات من منتزه معناها تم الكلمه. باهي هذايا من جهه وهذه حاجه باهيه نباركوا لهم احنا الاهالي في بوحاجه اللي على الاقل لقاو المتنافس هذايا في المنتزه اللي نتصور يمشيوا له العائلات في الليل يتلموا فيه. زاد نتصور زاد الصغيرات اللي يمشيوا يلعبوا شويه في بعد شقان الفطر، والعائلات كيف كيف، والشباب زاد اللي يلقاو وين يسهروا. شنو الحاجه اللي تميز بوحجله في شهر رمضان، الحاجه اللي يتميزوا بها الاهالي والا العادات اللي ديما ما تموتش في بوحجله في شهر رمضان؟ سي عبد الرزاق والله العادات هي معناها انه ثم كتب نحن نقولوا ثم صله رحم اللي ثم معناها بين الجيران كنا نحن تعطيني شقه فترك ثم تبادل بين العائلات. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ثم مساعدات اجتماعيه كانت للعائلات المعوزه، ثم صله رحم موجوده في معناها ثم جمعيات وثم ناس خيريين قاموا ببادره انهم باش يتبرعوا لك لضعف الحال مساعدات انسانيه. يظهر لي سي عبد الرزاق هذه من احسن العادات والتقاليد بعيدا على العادات نتاع الماكله والعادات الاخرى. صحيح. صله الرحم اليوم واهالي الخير اللي قاعدين يعاونوا وقاعدين يشوفوا في اللي ما عندوش، مش قاعدين يتلهوا في الحاجات اللي ما تنفعش، خاصه الناس هذوما اللي هما في حاجه مستحقين. هذه يظهر لي من احسن العادات اللي نجموا نحكيوا عليها اليوم معك سي عبد الرزاق. بعيدا على العادات نتاع الماكله والعادات نتاع اللي ديما نحكيوا عليهم في مختلف الولايات مش كان في القيروان. نعرفوا اللي شهر رمضان معروف بصله الرحم، معروف بشهر العباده، ووقت اللي نتذكروا جيراننا واهالينا واحبابنا والناس اللي يسكنوا بحذانا بالخير
الفقير ونرحموهم ونعطيوهم واللي عنده يعطي للي ما عندوش والجار يتذكر جاره. يظهر لي هذه من احسن العادات اللي نجموا نحكيوا عليها سي عبد الرزاق. وكذلك هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى ثم رغم ارتفاع الاسعار للمواد الاستهلاكيه والخضر وخاصه والغلال، الا انه ثم لهفه من المواطن انه تشوف منها اسعار مرتفعه ياسر مقارنه بالقرار. فما تشكيلات سي عبد الرزاق نتاع المواطنين من ارتفاع الاسعار؟ ثم تهافت ولهفه كبيره، ورغم اني قاعد نشوف على التواصل الاجتماعي انه الاسعار في بوحاجنا لهنا في مخص الغلال والخضر مرتفعه جدا مقارنه مرتفعه برشا مقارنه بولايه مثلا نعطينا مثلا الفلفل قداش سومو في بوحاجنا؟ وصل 3500 و4200 لان في بوحاجنا اللي شفته في القروير ب 1500 و600 حاليا ثم انخفاض شيء مش ملاح يكون صادق ثم وصل 2500 لان حاليا في ولو انه سي عبد الرزاق حتى ب 2500 راهو يقعد مرتفع الحقيقه مرتفع اما بارابور بالايامات اللي فاتوا خلينا نقولوا فما انخفاض نسبي. مش نسميك حتى الاسعار معناها في البرتقال البلدان مثلا الحلول وصل ب 2500 ب 3000 الطونس ب 3000 معناها اسعار ماشيه الاقصى مصر، وهذه لانه ما ثماش رقابه اقتصاديه فيما يخص الاسعار هذه. احنا اليوم في حاجه انه تكون ثم رقابه اقتصاديه صحيح. على كل المنتجات هذه على المعروضه على المستهلك ما ثماش. ثانية مشكلة أنه ثم الخبز، مشكلة الخبز كانت أزمة كبيرة مازالت لليوم الأزمة أزمة الخبز نوعا ما تحلت شوي نوعا ما مش مقاطعة ثم كوش حاليا مسكرة معناها حاليا ثم كوش معناها أصناف فما المخابز العصرية عدد منهم تم معناتها اضطروا أنهم يقوموا بغلق محلاتهم خاطر ما فماش سميد، ولكن احنا ديما خلينا نعطيو شوية طاقة إيجابية للناس اللي يسمعوا فينا. في الأيام القادمة مش يتم ضخ كميات كبيرة من الفارينة والسميد ومن زيت المدعم، هذا حسب تبيع وزارة التجارة، هذا خاطر يتزامن مع عيد الفطر، ونعرفوا لي سي عبد الرزاق تكثر اكثر معناتها الاستهلاك على المواد هذيا، ان النساء اللي بداوا يعملوا في الحلو ويحضروا فيه. ان شاء الله سي عبد الرزاق في قادم الايام ما نحكيوش على ازمه في الخبز، ما نحكيوش على ازمه في السميد وفي الفرينه وفي المواد الاستهلاكيه، وما نحكيوش زاد على ارتفاع الاسعار. يعطيك الصحه سي عبد الرزاق على هالنقطه المباشره هذيا. حابين نحسوا انه كون ان شاء الله الشرط المعنيه بتوفير الماده التسميد والزيت وغير ذلك، احنا ماذا بينا نحن ان شاء الله عندنا ثقه في ان شاء الله الدوله ان شاء الله توفر لنا بحكم ان ثم مناطق الامانه معناها ثم مناطق محرومه من المواد الاستهلاكيه. نعم ثم مناطق اليوم ما وصلهاش ما وصلتش صدقني ثم اطراف نحن نتمنى ان شاء الله تتوفر الهديه وان شاء الله يا ربي ديما نكون في خير وان شاء الله بحول من حسنه الى احسن. يعطيك الصحة سي عبد الرزاق، احنا وقت نهايه البرنامج يداهمنا، يعطيك الصحة شكرا لك على هالمعلومات هذه والنقطة المباشرة من بوحاجلة. احنا ديما باش نكونوا في مواكبة لشهر رمضان في مختلف المعتمديات والجهات في القيروان. هكا نكون وصلنا معكم لختام حصتنا، يعطيكم الصحة الناس اللي تابعتونا من مطليفة حتى لتوا. كنت معكم سيور بن حميدة من قدام الميكرو، شاكر الشحاوي في الديجيتال، وشكرا كبير لنوفل الشرطاني اللي كان معنا في الإخراج. يعطيكم الصحة الناس الكل، أحلام العامري من قسم الأخبار كيما العادة. ما بقى لي كان باش نقول لكم شهية طيبة الناس الكل، إن شاء الله رمضانكم مبروك، إن شاء الله صيامكم مقبول. شاشوا الخواطر يا الأحباب والقلب شوقوا ما عاد عليه ملام، لمة ودبارة وحكايات يفوح منها العنبر في ليلة الحياة. فاح العنبر فاح العنبر، برنامج يجيكم كل نهار سبت وحد من 3 ل 5 على الحياة فاهم.